المساهمة في صنع صورة راقية للجزائر خلال الحدث الرياضي القاري بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم وتحت عنوان شباب عنبة للشان يستعد، تأتي الأيام الدراسية التحسيسية تشجيعا لروح المواطنة وحسن التنظيم والتواصل في أوساط الشباب. دورنا اليوم في ولاية عنابة للتجهيز لهذا العرس الرياضي الذي تحتضنه أربع ولايات. تحتضن ولاية عنابة هذا الحدث الكروي، هذا العرس الكروي الهام جدا الذي من خلاله سوف نسوق لأخلاقيات لعادات لتقاليد ولاية عنابة. اليوم راهي الكرة في ملعب الشباب باش يمثل الجزائر أحسن تمثيل، وكذا أنه الروح الرياضية هي جزئية من الروح الوطنية، يجب على الشباب التقيد بها والتحلي بروح المسؤولية لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل. بعد المجهودات التي بذلتها الدولة الجزائرية لاحتضان مثل هذه الأحداث الرياضية، كان لنا نحن والشباب دور فعال في إبراز صورة أفضل للشاب الجزائري في المجال الرياضي. ارتأينا نحن أعضاء المجلس الأعلى للشباب لوضع مخطط برنامج أيام دراسية تحسيسية لإبراز دور الشباب أثناء التظاهرات الرياضية بعنوان شباب عنابة للشان يستعد. مكاسب وجب تثمينها بسلوك حضاري يعزز الأهداف النبيلة المسطرة لهندسة مستقبل واعد للشباب. الجزائر نجحت في تنظيم الألعاب البحر الأبيض المتوسط، ونجحت في تنظيم القمة العربية بامتياز، وستنجح بإرادة أبنائها وإرادة شبابها بإذن الله تعالى في إنجاح هذا الحدث القاري وهي الألعاب الإفريقية للمحليين إن شاء الله. التحدي الآن هو تحدي تنظيمي في أربع ولايات من بينها ولاية عنابة، وإحنا واثقين بأن شباب وشبات عنابة وكل فاعلين من كل يعني من كل الوزارات ومن كل المجتمع المدني وكل جمعيات المجتمع المدني، يعني كل شباب وشبان والفاعلين راح يكونوا حاضرين ويعني حتى نسوق أحسن صورة للجزائر. مناسبة كروية ستكون محطة أخرى للشباب الجزائري في إرساء روح المواطنة ونشر ثقافة الحفاظ على المكاسب الرياضية وتثمينها.